مساء الخير من عمان بحلقة جديدة من برنامج بيت للكل. في عام 2012 تم وضع مبادرة من جلالة الملك بين يدي الأمم المتحدة لأسبوع الوئام بين الأديان، ورسالة عمان الموجودة والسامحة في كل دول العالم، وتم اعتماد شباط في كل عام للاحتفاء بهذه الذكرى. واليوم نتحدث عن رسالة عمان ودور الأردن وخطاب المملكة الأردنية الهاشمية بهذه الحلقة، خليكم معنا. تمام زميلنا العزيز رعد، واسمح لي أرحب بك أيضا والانضمام إلى كتيبة المذيعين في بيت للكل. أهلا بزميلنا العزيز من الأردن رعد. مشاهدينا برحب بكم في حلقة جديدة لبيت للكل، والحقيقة زي ما تحدث زميلي العزيز رعد عن الوئام بين الأديان وهذا الأسبوع في الأمم المتحدة، ولكن الأهم أن تبقى الإنسانية هي الشاهد وتبقى هي العنوان. يعني هناك الكثير من الشواهد موجودة، وهناك أيضا تعدد الأديان في منطقة الشرق الأوسط وفي بلادنا تحديدا، البلاد التي نتحدث منها في بيت للكل، الكثير من الأديان. يبقى السلام هو الأهم، ويبقى الوئام هو الذي يكمل رسالتنا دائما. عندما نتحدث مشاهدينا عن الوئام بين الأديان، لا يمكننا إلا أن نقول فلسطين. فلسطين التي جمعت على أرضها كل الأديان السماوية، وتعايش كذلك ما بين هذه الأديان. الحوار ما بين الأديان في هذه المناسبة، مناسبة الأسبوع العالمي للوئام، والذي أطلق بمبادرة كريمة من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2010، أصبح مناسبة عالمية لحوارات وفعاليات مختلفة تسلط الضوء على هذه القضية الهامة، خصوصا ونحن نتحدث عن الأديان السماوية المختلفة.